المركز الوطني للأحوال الجوية نظم يوم تعريفي للأطفال باش يتعلموا مراحل إنجاز النشرة الجوية. وزاروا مختلف الأقسام منها محطة الأرصاد وقسم التنبؤات الجوية. نشوفوا التفاصيل في هذه التغطية اللي دارتها سلمى مروش. مكاش فينا اللي ما تسألش في يوم ما كيفاش يتم إعداد النشرة الجوية والمراحل اللي تمر بها حتى تلحق ونشوفوها على شاشات التلفزيون، وهل تنبؤات الطقس والمناخ اللي نتبعوها صحيحة ولا لا لا؟ على هذا خمم الديوان الوطني للأرصاد الجوية أنه يفتح أبوابه للأطفال في عيدهم العالمي حتى يتعرفوا على كواليس إعداد النشرات الجوية وتوقعات الطقس. إذن كان لنا شرف باش نستقبلوا هاد الأطفال، يعني حاولنا نعطيهم بعض المعلومات رغم صغر سنهم، بعض المعلومات لكي يعني يتقربوا أكثر من معلومات الأرصاد الجوية اللي في ذهنهم أنها فقط تلك النشرات التي تبث عبر التلفزيون واللي تعطيهم فقط حالة الطقس. الأرصاد الجوية أبعد من ذلك، فالمدى نتاعو يمشي في كل ما هو الملاحة الجوية، الملاحة البحرية، حتى يعني برا جوا وفي كل مكان. بين قسم البيانات التطوير والتنبؤات الجوية تنقل الأطفال وكلهم شغف وفضول للتعرف على المراحل المختلفة اللي تمر بها نشرة الطقس من الساتليت إلى شاشات التلفزيون والهواتف. اليوم أنا وصحابي درنا في قاع الأقسام تاع الديوان الوطني الأرصاد الجوية، وقسم التنبؤات هو اللي عجبني أكثر، وبهذه المناسبة لعيد الطفولة أحيي جميع الأطفال ونقول عيد سعيد. اليوم عجبني الحال بزاف ودورنا بزاف أقسام وعرفت كيفاش تنشر النشرة الجوية. اليوم تعرفت على معلومات جدد بزاف بواسطة العمال تاع الأرصاد الجوية اللي علمونا بزاف حوايج، واني حابة نقول لكل الأطفال عيد سعيد. من كتاب الجغرافيا إلى أرض الواقع اكتشف الأطفال علم الأرصاد الجوية الذي يعد علم من علوم الأرض، ما اعتبره هؤلاء هدية ثمينة ومميزة في عيدهم العالمي. ما قدرناش نجيبوا كل أطفال الجزائر من خلال هذا يعني المجموعة اللي متواجدة معنا، إن شاء الله تكون هي عبرة لأطفال آخرين، نقول لهم عام سعيد كل عام وهما بخير إن شاء الله. عيد الطفولة هو فرصة مميزة لفتح أفق جديد للجيل القادم على علوم ومعارف تزيد من مكتسباتهم العلمية وتكوين شخصياتهم للمستقبل.